بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران للمؤلف أحمد بن حجر آل بوطاني آل بن علي، طبعة 1406 هجرية 1986 ميلادي. تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد حرصت الجامعة منذ صدور الكتاب الأول من هذه السلسلة أن تتحسس مواطن الخطر وتبحث عن مواضع الداء في عالمنا الإسلامي اليوم، لتسهم بتقديم الدواء النافع له بإذن الله، مستمدة ذلك من أقدس مصدر كتاب الله العظيم وسنة رسوله المصطفى الكريم. وهذا البحث الذي نقدمه اليوم لإخواننا وأبنائنا كان في الأصل رسالة أملاها العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد بن حجر آل بوطاني البن علي، قاضي المحكمة الشرعية الأول بدولة قطر، وذلك إجابة لأحد الدعاة في جنوب آسيا ممن يلاقون الكثير من العناء والنصب من الذين يدعونهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الخرافات والاستعانة أو الاستغاثة بمن لا يضر ولا ينفع ولا يغني ولا يشفع. وقد سمى رسالته هذه تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. وقد ركزت هذه الرسالة المفيدة على علم التوحيد الذي هو أساس العقيدة الإسلامية. لقد تضمن هذا البحث العظيم علم التوحيد، ماهيته، أنواعه، الأدلة المثبتة لكل نوع، ونفي الشبه والأباطيل التي روجها أعداء الإسلام ووقع فيها الكثير من العامة في أكثر من بلد إسلامي. والتوحيد هو أساس العقيدة، ومن أجله نزلت الشرائع كلها، وإليه دعت الرسل والأنبياء منذ آدم عليه السلام وحتى محمد رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعلى هذا الأساس وجد الكتاب الاهتمام اللائق به، وطبع أكثر من 10 طبعات، وترجم إلى أكثر من لغة من قبل الغير على دين الإسلام والمجاهدين في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي كل طبعة من الطبعات كان يحاول المؤلف استدراك ما فاته من مباحث تتعلق بالعقيدة، ويضيف ما يرى في إضافته منفعة لطلاب العلم وحملة راية الدعوة إلى الله على بصيرة. لقد بذل المؤلف وفقه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل الخير جل جهده في الدفاع والنضال عن العقيدة الإسلامية وإيضاح ما دسته الفرق الضالة المضلة من البدع والخرافات وما أحدثته من التحريف والانحراف وفقا للهوى واتباعا لطريق الشيطان، طريق المغضوب عليهم، وما وقع فيه كثير من الناس من غلو في الصالحين واتباع القبوريين المبتدعين المرتزقين، وما انتشر في بعض المجتمعات الإسلامية من عادات مبتدعة والنذور لغير الله والتوسل وطلب النفع أو دفع الضرر ممن لا يملكه، واتخاذ الواسطة بين الخلق والخالق ممن هم أعجز عن نفع أنفسهم، فكيف بغيرهم مهما علت مرتبتهم وكبر عند الله مقامهم. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لقد تناول المؤلف تفنيد المزائن التي يروجها دعاة الضلال،
ورد شبهاته بأسلوب علمي رصين واضح العبارة جلي المعنى، رسم فيه معالم الطريق لكل من يريد اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام وتطبيق شريعة الله على الوجه الصحيح، والابتعاد عن الشبهات وما يوقع في الحرام ويخرج عن الملة. أما من أقفل سمعه عن سماع كلمة الحق وعميت بصيرته عن الهدى واختار طريق الغواية وسبيل الشيطان فسيستمرون في غيهم وضلالهم. قال الله تعالى واصفا حالهم: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. والجامعة وهي الحريصة دائما على الإسهام والعمل على نشر الدعوة الإسلامية بكافة الوسائل المتاحة لها في كل مكان وعلى كل أرض، ليسعدها أن تسهم في طبع هذا السفر العظيم بعد أن تجاوب المؤلف مع هذه الرغبة وخص هذه الطبعة بمزيد من الإضافات والتعليقات الجديدة والتي ستحقق مزيدا من الفائدة لمن اطلع عليها إن شاء الله. وفق الله الجميع لخدمة دينه وإعلاء كلمته، ونفعنا الله بما في هذا البحث من فوائد جمة وأجزل للمؤلف المثوبة، وشكر الله سعيه ووفقه وأعانه على متابعة طريق الخير بالكلمة الحسنة والدعوة الصادقة، إنه سميع مجيب والله الهادي سواء السبيل. مدير الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الكتاب. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة، وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة. أما بعد، فلا زال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربا، حورب من قريش وسائر مشركي العرب، ومن اليهود والفرس والروم والتتر والصليبيين، وكتب الله النصر المؤزر للإسلام والمسلمين، وأذل الله المشركين والكافرين. ولكن الأعداء وإن خذلهم الله ما فتئوا يحيكون المؤامرات والدسائس ويبثون دعاياتهم الضالة ضد الإسلام والمسلمين، فتعددت مقالاتهم وتنوعت مذاهبهم، وانتسب كثير منهم إلى الإسلام لأجل أن تروج عقائدهم ويتم لهم القضاء على الإسلام لا سمح الله، ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين، والدين منها بريء، كما دعوا إلى إبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب من بناء القباب الشاهقة عليها وتزويقها ووضع الستور النفيسة عليها لجذب الناظرين والزائرين إليها، وأن تكون تلك القباب محل الدهشة والإعجاب، وجعلوا السدنة حولها ليطوفوا بالزائرين حول الضرائح ويعلموهم كيف يدعون الأولياء وينزلون بهم حاجاتهم. ومن اختراع حكايات سمجة عن القبور وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب، ومن إنشاء قصائد تطفح بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لخالق الأرض والسماوات، ومن تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين سبكت في قالب حب الأنبياء والأولياء، وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله والواسطة بيننا وبينه تعالى، ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لها حظ من الصدق، وبأحاديث موضوعة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم، وبأقيسة فاسدة،
وبما لا يدل على مطلبهم من آية أو حديث صحيح كما سترى في هذه الرسالة. وعم هذا الداء الوبيل سائر الأقطار الإسلامية، ولم يسلم منه إلا القليل من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين الذين عرفوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. وبعض الأقطار الإسلامية كالمملكة العربية السعودية بفضل دعوة علمائها المخلصين وملوكها المهتدين، فنتج من جراء تلك الدعايات الضالة المضللة التي قام بها ونشط لها المبشرون بالضلال وعبادة غير ذي الجلال أن انخدع بها الأكثرون وانصرفوا عن توحيد الإله العظيم خالق الأنام وتحمسوا لها وأخذوا يتقربون إلى قبور الأنبياء والصالحين. وتجاوز الأمر حتى تقربوا إلى الأشجار والغيران المنسوبة إليهم بأنواع النذور ودعائهم لكشف ضر نزل بهم أو طلب ولد أو رزق أو وظيفة أو مطر مما ليس في قدرة أحد إلا رب العالمين. وطافوا بقبورهم كما يطاف بالكعبة المعظمة، وشدوا الرحال إليهم من الأماكن الشاسعة بقصد الحج لتلك المزارات البدعية، وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة المقدسة عندهم حتى إنه قد تجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين. ورحم الله شاعر النيل حافظ إبراهيم حيث قال: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. وإنك لتجد الزحام حول تلك القبور واختلاط الرجال بالنساء وبكاء الكثيرين وصراخهم وعويلهم ودوي أدعيتهم، كما تجد كثيرا من مدعي العلم ومروجي الضلال يحسنون لهم تلك الأعمال ويحضونهم على تلك المنكرات من أجل نيل الحطام. ويأتي أولئك الجهال هذه الشركيات والبدع والضلال باعتقاد أنها من صميم الدين وأنها تقربهم إلى رب العالمين، لكونهم مخدوعين بدعايات أدعياء العلم ورؤساء الضلال وسدنة الضرائح. والويل كل الويل لمن أنكر عليهم وأفادهم أن هذه الأعمال ليست من الدين بشيء بل تنافيه والدين منها بريء، وأن الواجب عليكم أن تفردوا ربكم بهذه العبادات التي تتقربون بها إلى هؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن غيرهم. والعلماء إزاء هذه البدع والشركيات أصناف ثلاثة: صنف يؤيد تلك البدع والخزعبلات ويدعو إليها وقد يكتب وينشر في تأييد مذهبه لا سيما إذا كانت له مصلحة مادية، وصنف يعرف الحق وأن ما عليه جمهور الناس باطل وضلال لكنه يساير العامة وأشبههم إما رجاء وإما رهبة أو جبنا، وصنف ينكر ذلك ويدعو الناس إلى ترك تلك المحدثات ويرشدهم إلى التوحيد والتمسك بالسنة المطهرة، وهؤلاء قليلون بالنسبة لذينك الصنفين. وبالرغم من كثرة المؤلفات في هذا العصر من الممالك العربية وغيرها وتنور أذهان الكثيرين، لكنهم لم يهتموا بعلم التوحيد لا سيما توحيد الألوهية. وقد يذكر بعضهم في ثنايا كتابه سطرا أو سطورا يستهجن هذه الأعمال ويقول ليست من الإسلام في شيء ولكن هذا غير كاف،
ولذا رأيت أن الحاجة ماسة في وضع رسالة في بيان أقسام التوحيد وبسط الكلام على توحيد الألوهية معززا بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة أو الحسنة ودفع شبه المبتدعة لعل الله ينفع بها عباده. ولكن لكثرة الشواغل لم يقوى العزم حتى شرفنا الشيخ عبد الحميد البكري السيلاني الداعي لتوحيد الله وإفراده بالعبادة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والمحارب للبدع والمحدثات والزيادة في دين الإسلام. وقد ذكر لنا الأخ المذكور أنه يلاقي كثيرا من العناء والنصب في سيلان من الذين يدعوهم إلى نبذ الخرافات والبدع وعبادة غير الله، وطلب مني أن أسجل له كلمة في التوحيد، فسجلت له بالمسجل الذي معه. فلما انتهيت من الإلقاء قال الشيخ عبد الحميد: يحسن أن تكتب هذا الذي ألقيته ليكون كرسالة ثم تطبعها وتنشرها، وعلي بحول الله وقوته أن أترجمها إلى اللغة السيلانية والمليبارية. وقد ترجمها إلى اللغة المليبارية أخونا الفاضل محمد سليم ميران المليباري وطبعت، فأجبته إلى ذلك رجاء الثواب من الملك العلام والنفع لسائر الأنام، فكتبت الموضوع وراجعته وهذبته وزدت عليه بعض الفوائد وعلقت عليه تعاليق موجزة، وأصبح رسالة مفيدة حاوية لأقسام التوحيد مؤيدة بالأدلة من القرآن والسنة والأحاديث النبوية ودفع الشبهات البدعية، وسميتها تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم أن يعبدوني ويفردوني بالعبادة. وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من عهد نوح إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقسام التوحيد. ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أولا توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم، محييهم ومميتهم، أو نقول إفراد الله بأفعاله، مثل اعتقاد أنه خالق ورازق. وهذا قد أقر به المشركون السالفون وجميع أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس، ولم ينكر هذا التوحيد إلا الدهرية فيما سلف والشيوعية في زماننا. الدليل على توحيد الربوبية: يقال لهؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكريم أنه لا يقبل ذو عقل أن يكون أثر بلا مؤثر، وفعل بلا فاعل، وخلق بلا خالق. ومما لا خلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة أيقنت أن لها صانعا، فكيف بهذا الكون العظيم الذي يبهر العقول ويحير الألباب، قد وجد بلا موجب ونظم بلا منظم، وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وبروق ورعود وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وجن وإنس وملك وحيوان إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر، قد وجدت بلا موجد يخرجها من العدم. اللهم لا يقول هذا من كان عنده مسكة من عقل أو ذرة من فهم. وبالجملة
فالبراهين على ربوبيته لا يأتي عليها العد. وصدق الله إذ قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في الهامش: وهم بداهة لم يخلقوا من غير شيء، وطبعا لم يخلقوا أنفسهم، ولم يدعي أحد منهم ولا ممن قبلهم أو بعدهم أنه خالق السماوات والأرض، فمن الخالق إذن؟ وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد لا يملك الإنسان إذا ترك نفسه إلا أن يجيب كإجابة المشركين، كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما الدهريون والشيوعيون ومن تلطخ بأرجاس تعاليمهم، فإنهم يعتقدون أن وجود الإنسان والكون وما فيه جاء من الطبيعة فهي الخالقة، مع العلم أن الطبيعة التي يؤلهونها هي هذه المخلوقات بما أودع الله فيها من خصائص وصفات كالسماء والأرض والشمس والكواكب والبحار والأشجار إلى آخره. فالطبيعة كما ترى لا حياة لها، ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا عقل، فكيف أوجدت الإنسان وهو المتصف بهذه الصفات؟ وهل يعقل أن تهب الطبيعة هذه الصفات للإنسان الذي بفضل تلك الصفات غاص أعماق البحار وغزا الفضاء والكواكب، والحال أنها مجردة من كل تلك الصفات؟ ومن المسلم عقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، فهؤلاء من سخافتهم وجهلهم وعنادهم لأهل الأديان جحدوا ربوبية خالق الكائنات المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل نقص، وذهبوا إلى خالقيه الطبيعة الصماء التي لا تحس ولا تعقل. وأعتقد أن هؤلاء إنكارهم للخالق لا يتجاوز اللسان، ولكن عنادا لأهل الأديان وليتسنى لهم استعباد الشعوب وسلب الإيمان منهم والأموال بدث هذا الكفر الصريح والإباحية الفاضحة والشيوعية في الأموال والأعراض. ومما يوضح بطلان معتقدهم ورأيهم أن يقال إن الطبيعة قد سخرت للإنسان، فأصبح سيدا على ما في الأرض يبني ويهدم ويتصرف بأجزائها كيف شاء، وهي لا تقاوم سيطرته ولا تتمرد عليه ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تكون خالقة؟ فأدنى صانع من البشر الذي يصنع الإبرة الحقيرة فضلا عن الأشياء العظيمة لابد أن يتصف بالحياة قبل كل شيء، ثم بالعقل والعلم والقدرة والإرادة حتى يتسنى له صنع ما يريده. فلو حاول جاهل مع اتصافه بالحياة والعقل والإرادة أن يصنع شيئا لم استطاع لكونه غير عالم، فكيف بالطبيعة التي ليس لها من تلك الصفات شيء؟ وصدق الله العظيم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. انتهى الهامش. الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، على أن الشرك مأخوذ من الشركة
يفيد إقرارهم بالربوبية إلا أنهم يجعلون معه شريكا في العبادة كشريكين في شيء مثلا، مع أنهم ما كانوا يساوون آلهتهم بالله في كل شيء، بل في المحبة والخضوع لا في الخلق والإيجاد والنفع والضر. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، لتعلم أيها القارئ الكريم أن هذا التوحيد لا يدخل الإنسان في دين الإسلام، ولا يعصم دمه وماله، ولا ينجيه في الآخرة من النار إلا إذا أتى معه بتوحيد الألوهية. ثانيا، توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، لأنه المستحق لأن يعبد لا سواه مهما سمت درجته وعلت منزلته، وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أممهم، لأن الرسل عليهم السلام جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أممهم تعتقده، ودعوتهم إلى توحيد الألوهية كما أخبر الله عنهم في كتابه المجيد. قال الله مخبرا عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال عن صالح: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن شعيب: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله مخبرا عن موسى عليه السلام في محاجته مع فرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال الله مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل: قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وأمر الله نبيه محمدا أن يقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال الله تعالى مناديا جميع البشر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالجملة، فالرسل كلهم بعثوا لتوحيد الألوهية ودعوة القوم إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطواغيت والأصنام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد سمعت دعوة كل رسول لقومه، فكان أول ما يقرع أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في الهامش: والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ويطلق على الشيطان والكهان وكل ما عبد من دون الله. وقد حدد العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله. انتهى الوجه الأول. فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت، وأن الحاكم القانوني طاغوت،
لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند إلى القرآن والسنة ولا إجماع الأمة. وقد ذكر الله في عدة آي من القرآن أن الحكم لله وأن مرد النزاع إلى الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وآية هم الظالمون وآية هم الفاسقون. انتهى الهامش. تفسير العبادة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل. وفي الشرع معنى العبادة كما قال شيخ الإسلام هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انتهى. فعلى المسلم أن يفرد ربه بجميع أنواع العبادات مخلصا لله فيها، وأن يأتي بها على الوجه الذي سنه رسول الله قولا أو عملا. شمول العبادة للأنواع الآتية: واعلم أن العبادة تشمل الصلاة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف والرهبة والرغبة والخشية والتوكل والاستغاثة والرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه المجيد أو شرعها رسول الله بالسنة الصحيحة القولية أو العملية. فمن صرف شيئا منها لغير الله يكون مشركا، لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأحد جاءت نكرة في سياق النهي تعم كل مخلوق رسولا كان أو ملكا أو صالحا. أول حدوث الشرك. إذا ثبت هذا فاعلم أن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، ولما أرسل الله إليهم نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة تلك الأصنام عاندوا وأصروا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب، وقالوا كما في القرآن الكريم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي صوروهم على صور أولئك الصالحين وسموها بأسمائهم، ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. سبب الشرك الغلو في الصالحين. ومن هنا نعلم أن الشرك إنما حدث في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين. ومعنى الغلو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، أي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تتجاوزوا الحد في مدحي فتنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها، كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه الألوهية. ولكن أبى الجاهلون والمخرفون إلا مخالفة أمر رسول الله وارتكاب نهيه، فناقضوه أعظم مناقضة، وضاهأوا النصارى في غلوهم وشركهم وبنوا القباب. في الهامش قلت في منظومة اللآل السنية: عبد الأكثر منهم صالحا ونبيا ووليا شهرا، كل قطر عندهم معبودهم أشركوه بالذي قد فطرا، وقبابا فوقهم قد أسسوا خالفوا المختار فيما حذرا، كم حديث ثابت قد ورد قد نهى الأمة مما صدرا، وأبو الهياج هذاك التقي عن علي المرتضى قد أخبرا، طمسة مثال وقبر مشرف هدمه يروى هدمه يروى وذا قد حررا، وذو العلم بذا قد حكموا راجع الكتب تجد ما سطرا. انتهى الهامش. وبنوا القباب والمساجد على أضرحة الأولياء والصالحين، ووصلوا فيها وإن كان لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين، وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات، ورأوا أن الصلاة في أضرحة الأولياء أفضل من الصلاة في المساجد. وقد ورد في الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه الشيخان. وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده، حتى جوزوا الاستغاثة بالرسول وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله، ونسبوا إليه علم الغيب، حتى قال بعض الغلاة: لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون، وخالفوا صريح القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال تعالى مخبرا عن رسوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا علمتم أن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين، وأنه إنما جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. أنواع العبادة وأدلتها. اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والحلف والتوكل إلى غير ذلك مما مر. فدليل الركوع والسجود قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ودليل الصلاة والذبح قوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وللحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر والطواف قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الخوف قوله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرهبة قوله تعالى: فإياي فارهبون. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى، أي لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. فإن فعلت فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب، وإنما هذا تعليم للأمة. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمستغيث بالرسول إنما ينادي ويدعو غير الله، كأن يستغيث قائلا: يا رسول الله أنقذني من هذه الشدة، أو يا عبد القادر، أو يا دسوقي، أو يا رفاعي، أو يا بدوي، إلى آخره. ولا ريب أن المستغيث بغير الله داخل في هذه الآية وأمثالها. وكيف يستغيث العاقل المؤمن بغير الله وهو يقرأ هذه الآيات أو يسمعها، ومنها قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بين الله في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه. ولهذا قال: أإله مع الله، بالاستفهام الإنكاري، أي ليس إله مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الركوع والسجود والنذر لغير الله. فمن ركع أو سجد لحي أو لميت أو نذر لغير الله كأن ينذر لقبور الأولياء أو الصالحين أو يذبح لهم أو للأشجار أو للعيون
أو يطوف بقبر نبي أو ولي، كأن يطوف بقبر الرسول أو بقبر علي بن أبي طالب أو بقبر الحسين أو الحسن أو علي بن موسى الرضا أو عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الرفاعي أو غيرهم، أو يستغيث بهم في الشدائد كأن يقول: يا رسول الله أنقذني، يا رسول الله فرج عني هذا الكرب، المدد يا عبد القادر الجيلاني، أو يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب عافية من مرض له أو لغيره، أو قدوم غائب، أو يرزقه ولدا، أو يأتي له برزق، أو يفرج عنه شدة وكربة، أو نحو ذلك من الأمور التي ليست في قدرة المخلوق أن يفعلها، فإنه يكون بكل فعل من هذه الأفعال مشركا بالله العظيم شركا أكبر لا يغفر الله له إلا أن يتوب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أما ما كان في إمكان المخلوق الحي فلا بأس بأن تستعين به، مثل أن تطلب منه أن يعينك في قضاء حاجة أو إنقاذ من غرق أو حريق أو ما سوى ذلك. الآيات الآمرة بعبادته والمبينة عجز المعبودات الباطلة، هذا وقد أكثر الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته والحاثة عليها، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال مبينا عجز تلك الآلهة التي عبدها المشركون من أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها، فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، وقال مبينا أن النفع والضر بيده لا بيد غيره، بقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يبكت المسيحيين ويوبخهم على عبادتهم للمسيح، قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فانظروا كيف يتبرأ المسيح من عباده المسيحيين ويقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله يعلم أن المسيح لم يأمر بعبادته ولا يرضى بذلك، ولكن يريد الله من هذه الآيات أن يبين للناس أن عبادة المسيح الذي هو من الأنبياء المرسلين لا تجوز، بل ويكون شركا، فكيف بعبادة غيره من الأولياء ومن الأشجار ومن الغيران والكهوف؟ ألم يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ فإذا كان الضر النازل بالرسول لا يستطيع أن يدفعه، فكيف يستطيع الرسول وأولى من هو دونه أن يدفع ضرا نزل بغيره؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا،
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ألم ينع على اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجهل الكثيرين به. فالواجب على كل مسلم أن يميز الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأنه قد أخطأ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء، وذلك أن أولئك المخطئين فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع أو الخالق أو المالك، والحال أن الأمر ليس كذلك، بل الإله يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، من سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وأما لفظ الجلالة فلا يطلق إلا على الله العظيم، فمشركو العرب كانوا أعرف بمعنى الإله من مشركي زماننا، والبلية كل البلية والجهل كل الجهل، أن الكثيرين ممن ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين. معنى لا إله إلا الله في الهامش: شروط لا إله إلا الله سبعة. أولا العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها، ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده. ثانيا اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقولها وهو شاك فيما دلت عليه من معناها. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. رابعا الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لم يطابق قولهم ما في جنانهم فصار قولهم كذبا لمخالفة الظاهر للباطن، كما أخبر الله عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. خامسا القبول المنافي للرد، لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناها لكن لا يقبل ممن دعاه إليها، إما كبرا وإما حسدا أو غير ذلك من الأسباب. سادسا الانقياد المنافي للترك، ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرم الله والتزام ذلك، لأن الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله وينقاد له بالتوحيد والطاعة، كما قال الله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. سابعا المحبة المنافية لردها، فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بالمحبة لما دلت عليه من الإخلاص المنافي للشرك، فمن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا. انتهى ملخصا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انتهى الهامش. معنى لا إله إلا الله، فلو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة، وإلا الله إثبات للمعبود الحق جل جلاله،
ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أن ما يأتون به لأوليائهم وسادتهم وقبور صالحيهم من الذبح أو النذر لهم أو التبرك بتراب قبورهم أو الصلاة إليها أو الطواف بأضرحتهم أو طلب قضاء حاجة منهم، لو عرفوا أن ذلك تأليه لأولئك الصالحين والإلهية لا تصلح إلا لله لعلموا أن هذا شرك أكبر. وقد قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح جنة دار السلام. نواقض الإسلام. من الجدير أن أذكر نواقض الإسلام فهاك بيانها. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. تنبيه: نلفت نظر القارئ الكريم إلى ملاحظتين هامتين. الأولى تتعلق بنطق القارئ لكلمة الصدور في الآية 19 من سورة غافر، حيث نطقها بقلب الصاد إلى سين، والدال إلى طاء أو تاء. والصحيح أن الكلمة في الآية الكريمة بالصاد وبنطق الدال صريحة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما الملاحظة الثانية فربما يكون خطأ غير مقصود من المؤلف، حيث ورد في الشريط: التوسل قسمان، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. الأول هو التوسل بالإيمان بالله ورسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء، سواء كان هذا في حياة الرسول أو بعد مماته. وتعليقنا أن التوسل بالإيمان بالله ورسوله سليم وصحيح، غير أننا نحتاج إلى تقييد التوسل برسول الله أثناء حياته فقط، أما بعد مماته فيتوسل بالأعمال الصالحة وشفاعته صلى الله عليه وسلم، مثل: اللهم شفع في رسولك، كما ورد في الكتاب. لذا جرى التنبيه. المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد
كما وسع الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. معنى محمد رسول الله: ولو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبدوا الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وتأملوا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله في الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوف المبطلين أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الذكر بالاسم المفرد الله الله أو ياهو ياهو، ومثل حلق المريدين اجتماعهم في حلقات الذين يزعمون أنهم يذكرون الله بمثل هذه الأذكار المخترعة. وكصلاة الرغائب ومثل حزب البحر وأمثاله. في الهامش: البدعة لغة الأمر المحدث الذي لم يسبق له نظير، لأن مادة بدع للاختراع. وعرف علماء الفقه والحديث البدعة بتعاريف أحسنها وأوضحها: الأمر المحدث بعد الرسول بقصد التقرب إلى الله، فبقصد التقرب خرجت البدعة الدنيوية كإحداث البارود والقهوة والمناخل والسيارات والطائرات وما أشبه ذلك. وتقسيم بعض العلماء البدعة إلى حسنة وقبيحة تقسيم باطل لا مستند له من الشرع. والتقسيم الصحيح أنها قسمان: دينية ودنيوية، وقد عرفتهما مما سبق، وليس لتقسيمهم إلى حسنة وقبيحة أصل، وهو ينافي القرآن والحديث، وإليك البيان على وجه الاختصار. أولا: أما القرآن فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فما انتقل الرسول من الدنيا إلا والدين كامل لا يحتاج إلى الزيادة. ونضيف إلى ذلك أن التشريع من حق رب العالمين وليس من حق البشر، ولئن جازت الزيادة في الدين جاز النقص، ولا قائل بذلك. بدين المسلمين إن جاز زيد فجاز النقص أيضا أن يكون، كفى ذا القول قبحا يا خليلي ولا يرضاه إلا الجاهلون. ثانيا: وأما الحديث ففي الصحيح: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ولفظ كل للعموم، ولا يخرج فرد من الأفراد المبتدعة إلا بمخصص، فأين المخصص هنا حتى يقال هذه بدعة حسنة وخرجت من حيز العموم؟ فإن كان المخصص حديث
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ فالجواب أولا أن هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام ابن مسعود. وثانيا إن ال في كلمة المسلمون إن كان للاستغراق أي كل المسلمين فإجماع، والإجماع حجة ولا كلام فيه. وإن كان للجنس فيستحسن بعض المسلمين هذا الأمر ويستقبحه البعض الآخر، كما هو الواقع في أكثر البدع، وعليه فقد سقط الاحتجاج بهذا الأثر. انتهى الهامش. وكصلاة الرغائب في الهامش من أشنع البدع وأقبحها بدعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بحجة أن العدد ناقص عن 40 أو أن المأمومين لا يحسنون القراءة، فإن هذه البدعة الضالة تجر إلى الكفر إن اعتقد أن صلاة الظهر بعد الجمعة فرض، وإلى البدعة والضلال إن اعتقد أنها سنة. انتهى الهامش. ومثل حزب البحر وأمثاله، وابتهالات وصلوات ومناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنائر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صيغ صلوات على الرسول لم ترد السنة بها، مثل قولهم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وكقولهم اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، لأن الصلاة على الرسول من أجل القربات، كيف لا وقد أمرنا الله بها في كتابه المجيد بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصيغ الواردة في الصلاة على الرسول مدونة في كتب السنة، لا حاجة إلى الاختراع والابتداء في صيغها، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. من صيغ الصلاة على الرسول، ومن الصيغ الواردة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن ابن نمير عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. شبهة للقبوريين وردها. وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الموحد إذا أنكر عليهم ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك غضبوا وقالوا كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وبيده النفع والضر وإليه المرجع والمصير. وغاية الأمر أننا نجعل هؤلاء الأنبياء أو الصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله، لأننا ملطخون بأنجاس الذنوب، ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجتنا أو يدفع ضرنا، فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، لما نعلم ما لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك، حيث إن أفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة، فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير،
ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. فنقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب: أولا، إن عقيدتكم هذه هي عقيدة المشركين بذاتها. قال الله إخبارا عن المشركين السالفين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله في آية أخرى إخبارا عنهم: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم، لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم، لم يعبدوها لأنها خالقة ورازقة ومدبرة للأمور. ولا يخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبره. تشبيه الخالق بالمخلوق. وثانيا، إن هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري، قد شبهوا رب العالمين بالسلطان المخلوق من ماء مهين، قد شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من أظلم الظالمين، قد شبهوا الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد، فجمعوا بين الشرك والتشبيه، ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك. وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الملك البشري قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير، أو يعلم أن الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشيرته ممن يجاملهم ولا يريد أن يجرح عواطفهم، أو أن الظلم صدر منه على ذلك. فأن يقاس الخالق بالمخلوق، فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على هذا العبد، أو لا يعلم بحاجته أو بالضر الذي مسه، وهو القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وهل الله يصدر منه الظلم لأحد، أو له أقرباء ينزلون ظلمهم بأحد من العباد؟ وهل لله وزير أو معين أو ظهير حتى يتوسل إليه العباد ليشفع لهم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير؟ فما أفسد هذا القياس وأخبثه، وما أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله. لا واسطة بين الخالق والمخلوق إلا في تبليغ الشرائع، وأي حاجة إلى واسطة، والله يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والواسطة للتبليغ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الواسطة في رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة المشركين. كيف تكون واسطة بين العبد وربه وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولم يقل الله: ادعوا أوليائي أو أدعو أنبيائي أو استغيث بأحباء والصالحين من عبادي، بل قال: أدعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الشريف: من لم يسأل الله يغضب عليه، كما ورد في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم، أو توسلوا بالأنبياء والصالحين. عدم ثبوت التوسل عن النبي وأصحابه.
ولذا لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض، كما لم يثبت التوسل عن الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين. التوسل قسمان: مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا. القسم الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء سواء كان في حياة الرسول أو بعد موته. القسم الثاني من المشروع التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا، بأن يأتي السائل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية، كما طلب الأعرابي من الرسول أن يستسقي لهم، وكما طلب الأعمى من الرسول أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى. في الهامش لم يصح حديث الأعمى، وهو حديث عثمان بن حنيف قال في صيانة الإنسان هو غير ثابت، لأن في سنده أبا جعفر الرازي وهو سيء الحفظ يهم كثيرا فلا يحتج بما ينفرد به، انتهى. وعلى فرض صحته فإنه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بالدعاء المذكور في الحديث. فالحديث نص في التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء الرسول وغيره في الحياة جائز لا خلاف فيه، وليس في هذا الحديث أسألك بحق محمد أو بجاه محمد حتى يصح استدلالهم. وكما طلبت، انتهى الهامش. وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله، فخيرها الرسول بين الصبر وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر وسألت أن يدعو الله ألا تتكشف عندما يأتيها الصرع. وهذا التوسل الذي هو بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. والدليل على ذلك أن في خلافة عمر بن الخطاب انقطع المطر، وأراد عمر أن يستسقي، وطلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم بالاستسقاء، فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله لنا، رواه البخاري. فلو كان التوسل بالرسول بعد موته جائزا لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب، وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى، إلا من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل أهل الضلال والفساد. ولزيادة الإيضاح والبيان نورد لكم بعض أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا أبونا آدم لما اقترف الخطيئة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يتوسل أبونا آدم بمحمد كما زعم الزاعمون، وأوردوه حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه، قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي،
ادعوني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك، رواه الحاكم في مستدركه. وقد أجاب أهل العلم أن الحاكم متساهل في تصحيح الأحاديث حتى اتهمه بعضهم بسوء العقيدة، فقد قال الذهبي في تعليقه على المستدرك في خصوص هذا الحديث: إنه حديث موضوع فلا حجة في موضوع، بل ولا في ضعيف. أدعية الرسل. وإذ سمعتم دعاء آدم عليه السلام فاسمعوا دعاء نوح كما أخبر الله عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال الله عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله مخبرا عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعن يونس لما التقمه الحوت: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وعن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة مبثوثة في كتب السنة وفي كتب الأذكار، ومنها: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وبدني، إلى آخر الدعاء. ومنها دعاء سيد الاستغفار المشهور، ومنها دعاء: اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، إلى آخره. فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يأتي بحرف من القرآن أو من السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصالحين أو الأنبياء والمرسلين فضلا عن الاستغاثة بالرسول أو بغيره؟ فإن الاستغاثة بغير الله شرك لا ريب فيه، وأما التوسل فهو بدعة لا كفر. ومن الأدلة الدالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ما جاء في الحديث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة: فتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني توسل بعفته من الزنا بعد أن جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء، والثالث توسل بتنمية أجر الأجير بعد أن ذهب وترك أجرته ثم رجع بعد مدة طويلة وطلب أجرته فردها عليه فإذا هي مال كثير. احتجاجهم بآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والجواب عنها أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أو بأسمائه وصفاته كما بينا في التوسل المشروع، لا كما يقول المبتدعون أن نجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء، ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها ويفسرون الآية بها، أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسأله لأن الله قد منحه إياها. إثبات الشفاعة للرسول. فالجواب: لا ريب أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة.
ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله في الدنيا شفاعته أو غفران ذنوبه، كأن يقول يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي ذنبي، أدركني، أستجير بك ممن ظلمني، أو أسألك يا محمد الشفاعة، يا محمد الشفاعة، فإن ذلك كله لا يجوز. بل يقول اللهم ارزقني شفاعة محمد، اللهم شفع في محمدا، أو يقول اللهم لا تحرمني من شفاعة، لا تحرمني من شفاعة محمد. فإذا لم يجز للإنسان أن يقول مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي أو أغثني أو أستجير بك، فأولى أن لا يجوز بغيره من الأولياء والصالحين، ولا يغتر بقول بعض الشعراء يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن هذا الكلام شرك وضلال، ولكن الله أعلم بقائله هل مات على هذا أو تاب. يقول مالي من ألوذ به، ونقول له لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. حجج المبتدعة في جواز التوسل والاستغاثة. وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه واهية ليس عليها شبهة الصواب، فضلا عن الحجة والدليل. أولا، مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم السابق ذكره. ثانيا، وبحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. ثالثا، وبحديث فاطمة بنت أسد الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند رأسها وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي، إلى أن قال لما أدخلها في اللحد اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. رابعا، ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. خامسا، وبقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سادسا، وبمثل قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات، فإذا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا لأنه حي في قبره، وهكذا سائر الأنبياء، لأن الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء، والشهداء قد قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سابعا، وبما يروونه من حديث إذ أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. ثامنا، وحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، إلى غير ذلك من الاحتجاجات الواهية السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم والرثاء لحالهم. انتهى الوجه الأول. الرد على حجج المبتدعين وتفنيدها. وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبه، فنقول أولا ليعلم القارئ أن التوسل بدعة ليس بكفر، وإنما الكفر هو الاستغاثة برسول الله أو بغيره كما مر غير مرة. وثانيا، ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن، وكل ما يريدونه إما ضعيف أو موضوع. أولا، فأما حديث الاحتجاج بتوسل آدم فقد سبق الجواب عنه. ثانيا، وأما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فإنه ضعيف. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية وهو العوفي والفضيل بن مرزوق والفضل بن الموفق
والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء. وعلى تسليمي أنهم اختلفوا في الفضيل بن مرزوق فضعفه ابن حبان والنسائي وأبو حاتم ووثقه ابن معين. قال ابن حبان فيه يروي عن عطية العوفي الموضوعات، وهو في هذا الحديث عن عطية العوفي. فإن الجرح مقدم على التعديل، على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم، وهما صفتان له تعالى. فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثالثا، والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف أيضا، فإن فيه روح بن صالح المصري وهو ضعيف. وعلى فرض تسليم صحته فحق الأنبياء غير مخلوق كما قدمنا في حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين، بل إنه صفة من صفات الله تعالى، وهو نصرته للأنبياء وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم. رابعا، وأما احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، فما أسمجه من استدلال وما أبرده، لأنها استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه، وليس في هذا خلاف، على أن فعل الرجل الإسرائيلي ليس بحجة، وإجابة موسى له وتقريره عليه ليس بحجة، لأن ذلك قبل أن يوحى إليه، وسكوت الأنبياء قبل بعثهم لا يدل على جواز المسكوت عنه، وبعد ذلك كله ليس هو في شريعتنا. خامسا، وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، فالجواب أن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إليه صلى الله عليه وسلم، واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم، وأنهم ليموا على ترك ذلك، وليس فيها أنهم طلبوه ولا أمروا أن يطلبوه. وثانيا، أن الآية معلقة ذلك على إتيانه صلى الله عليه وسلم، وإتيانه غير متأت بعد موته، إذ لا يمكن إلا إتيان قبره، ومن أتى القبر لا يقال أنه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز. ثالثا، هي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها، وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذ التعميم في الحياة والممات؟ ولو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة ومقصورة على الحياة. ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون، قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وفي الحديث الذي رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ولأن الصحابة ومن بعدهم ما فهموا شمولها للموت، ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي إلينا أنهم دعوه بعد الموت، كما قد أتى إلينا أنهم سألوه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم. حديث القليب: تعلق القبوريون المبتدعون بحديث القليب أن الموتى يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وبحديث: وأنه ليسمع الآن قرع نعالهم إذ أتاه الملكان. فاحتجوا على سماع الأموات بهذين الحديثين، وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين لهم والمستغيثين بهم فيقضون حوائجهم، وينال المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته وقصده، كما استدل بذينك الحديثين على ندب قراءة الأحياء على قبور الموتى.
والجواب أن حديث القليب وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوارق العادات لا يقاس عليها، فكيف والله يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأما الحديث الثاني فالجواب أنه مقيد بتلك الساعة التي سيأتيه الملكان، وليس سماعه في كل وقت. وإذا أردت هذا البحث لتروي غليلك وتشفي عليلك فارجع إلى رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات للعلامة الألوسي رحمه الله. سادسا، وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات في جواز التوسل والاستغاثة، وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، وقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم لأنهم أعلى مقاما من الشهداء، فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والأولياء. فالجواب أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صريحا، لأن القرآن يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فسبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجلة المضلين حتى سووا بين الأحياء والميتين، بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية وتتصرف التصرف التام. فعلى عقولهم العفاء والدمار، فما أجهل هؤلاء وما أكفرهم، فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنا نرى الميت يهان ويوطأ وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه، أتراه رضي لها الهوان؟ ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام وأفسد من هذا القياس. سابعا، وقولهم إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الأجسام لأنها حية فكلام باطل، وأي تصرف لها؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة للمستغيثين والسائلين؟ ولو جاز لنا أن نستغيث بهؤلاء لأنهم أحياء جاز لنا أن نستغيث بالملائكة الذين لا خلاف في حياتهم، وبالحور والولدان، وبأرواح الكفار، وبالجان، لأنهم أحياء. سبحانك، هذا بهتان عظيم، لا يقول هذا إلا من سفه نفسه وتجرد من عقله. اللهم اهدهم إلى صراط الحق والطريق المستقيم. ثامنا، وأما حديث إذا أعيتكم الأمور فإنه مكذوب، ومن وضع الزنادقة الذين قصدوا إفساد الدين. تاسعا، وحديث توسل بجاه موضوع لم يختلف في وضعه اثنان، ولا ريب عند المسلمين جميعهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا، وأنه أفضل الورى وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به، وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تعطي أحكامها. فإذا جاز أن نسأله صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب، فلا يجوز بعد مماته أن نسأله قياسا على حياته الدنيوية. في الهامش، وحيث أن كثيرا من ذوي البدع والضلال والدعاة إلى عبادة الأموات من الأنبياء والصالحين يشاغبون في حياة الأنبياء والشهداء ويزعمون أن حياتهم كالحياة الدنيوية، يأكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا، وبناء على ذلك جوزوا الاستغاثة بهم في الشدائد والملمات، بل وندبوا إلى ذلك وضللوا من ينهى عن الاستغاثة بالأموات ويجعلها شركا برب العالمين. ونحن نقول
إنها حياة برزخية غيبية لا يعلم كنهها إلا الله. فلذا يجدر بي أن أذكر بعض كلام المفسرين الأجلاء في هذا الموضوع، ونكتفي بأربعة من كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قولهم، وإلى القارئ بيان ذلك. قال العلامة بن جرير في تفسيره تحت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني الذين قتلوا بأحد من أصحاب رسول الله. يقول الله: ولا تحسبنهم يا محمد أمواتا لا يحسون شيئا ولا يتلذذون ولا يتنعمون، فإنهم أحياء عندي متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامة وفضلي وحبوتهم من جزيل ثواب وعطائي. ثم ساق أحاديث وآثارا نحو من 20 حديثا وأثرا، منها عن مسروق بن الأجدع الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية، قال: إما أن قد سألنا عنها فقيل لنا إنه لما أصاب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فيطلع الله إليهم إطلاعة فيقول: يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم، فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا 3 مرات، فيطلع فيقول: يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم، فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا إلا أننا نحب أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك مرة أخرى. تفسير ابن جرير طبع الدار المعارف. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: يخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. ثم أورد ابن كثير كثيرا مما أورده ابن جرير، ومنها ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. الحديث جزء 2 ابن كثير طبعة الأندلس ببيروت. وقال العلامة ابن الجوزي في تفسير قوله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ذكر سبب النزول أنها في شهداء أحد، ثم قال: أي لا تقولهم أموات، لا تصل أرواحهم إلى الجنان، ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الأحياء، بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فهم أحياء من هذه الناحية وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح. ولما استشعر اعتراضا بأن جميع المؤمنين منعمون بعد موتهم فلما خصصتم الشهداء، أجاب: إن الشهداء فضلوا على غيرهم بأنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآكلها، وغيرهم منعم بما دون ذلك. انتهى. ومن زاد المسير جزء 1 سورة البقرة صفحة 160 طبعة المكتب الإسلامي. وقال العلامة القاسمي في تفسيره نقلا عن البيضاوي وحواشيه: إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد البنية ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان، لأنها بصحبة البنية واعتدال المزاج، وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل. انتهى من محاسن التأويل جزء 2 طبعة دار إحياء الكتب العربية. تأمل كلام ابن جرير قوله: إنهم أحياء عندي متنائمون في رزقي، وكلام ابن الجوزي: فهم أحياء من هذه الناحية، أي من ناحية أرواحهم في حواصل طير خضر،
وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح. وكلام ابن كثير إذ يقول: إنهم وإن قتلوا في هذه الدار فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وكلام البيضاوي: إن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان. فإذا أحط علما بذلك تبين لك أن ما ذهب إليه أهل التخريف أن حياتهم من جنس حياتنا، يأكلون ويشربون وينكحون، اعتقاد فاسد يأباه كل ذي عقل سليم، فضلا عمن تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة. وقوله تعالى في سورة البقرة: ولكن لا تشعرون. وفي سورة آل عمران: أحياء عند ربهم يرزقون. كاف في بطلان ما ذهب إليه المبتدعة في إثبات الحياة لهم كالحياة الدنيوية، على أنه قد فسر بعضهم تلك الحياة بحياة الذكر الجميل والثناء الجليل. وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى، أي لا تقولوا هم أموات في الدنيا ضالون عن الصراط المستقيم، بل هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائها. وقيل غير ذلك. ولكن خير تفسير لحياتهم ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديثين السابقين وكما سبق في كلام المفسرين. والخلاصة أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه. ولكل دار حكم، فلما خرجوا من الدنيا لا يجوز لنا أن نطبق عليهم الأحكام الدنيوية. فإذا جاز لنا أن نسأل الرسول في حياته الدعاء أو يسأل لنا الغفران، فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله ما كنا نسأله في الحياة الدنيوية. انتهى الهامش. وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع، سواء أكان نبيا أم غيره، كقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير، وأن المعبودات من دون الله لا تغني شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وفي رواية: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ولا نعبد سواك،
ونستعين بك في أمور الدنيا والدين، ولا نستعين بأحد غيرك. وحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قوله إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لو تدبر هؤلاء المبتدئون تلك الآيات والأحاديث وراجعوا تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآيات وشروح تلك الأحاديث شروح الأجلاء المعتبرين، لعلموا أن توسلاتهم بالرسول أو بالأنبياء والصالحين ليس لها أصل في الدين، وأن الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين. ولي الله وولي الشيطان. كثيرا ما يدعي أهل البدع والضلال وكثير من أرباب الطرق الصوفية بالولاية، وأن لهم كرامات ومكاشفات يروجون هذه الدعاية على السذج والبسطاء فيتأثرون بها، فتراهم يقفون أمام هذا المدعى إن كان حيا وأمام قبر المنسوب إلى الولاية خاشعين ومتضرعين، ومنهم من ينحني بالركوع إليه، ومنهم من يقبل الأرض بين يديه، ومنهم من يطوف بالقبر، وتكثر منهم الاستغاثات وصرف النذور والهدايا إلى ذلك المدعى أو إلى القبر الذي يعتقدون فيه أنه من أولياء الله، ولا يفرقون بين ولي الرحمن وولي الشيطان. وبما أن هذه الرسالة تعرضت لتوحيد الألوهية أكثر من غيره، وبرهنت أن صرف العبادة كالنذور والطواف والحلف والدعاء والاستغاثة لغير الله يكون شركا أكبر باستثناء الحلف إن لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق فيكون شركا أصغر، فلذا استحسنت أن أبين نبذة مختصرة في تعريف من هو الولي ومن يكون ولي الرحمن ومن يكون ولي الشيطان. فأقول وبالله التوفيق: الولي ضد العدو، والولاء بكسر الواو وفتحها القرب والدنو والمطر بعد المطر. الولي الاسم منه، والمحب والصديق والنصير، وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، والمراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته كما في فتح الباري. وأحسن تعريف وبيان للولي ما جاء به القرآن، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنرى أن الله تعالى عرف الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكلمة الذين آمنوا يشمل الإيمان بالله ورسوله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر. فالإيمان بالله لا يحصل إلا بتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فالذي يؤمن بربوبيته ويشرك في ألوهيته كحال الكثيرين والمدعين للولاية من صرفهم كثيرا من العبادات لغير الله لا يكون وليا. فالذي لا يصلي أو يترك صلاة الجمعة والجماعة ويدعي أنه يصلي في الحرم المكي أو في حرم الرسول لا يكون وليا، بل يكون كذابا ودجالا. والذي يرضى بأن ينحني له بالركوع أو بتقبيل الأرض بين يديه أو بالاستغاثة به أو بالنذر له أو يقول للتلميذ إذا أصابتك شدة فاستغيث به وادعني فأنا أطلب من الله أن يفرج عنك تلك الشدة أو يعطيك ما تريده فإن جاهي عند الله عظيم، حتى إن بعضهم يدعي علم الغيب
حكى لي بعض أهل العلم أن سيدا من سادات حضرموت كان معظما، وكانت العامة تعتقد فيه الولاية، حتى بلغ من أمره أن جاءه رجل فقال: يا سيد الشيخ، إن ابني قد سافر منذ سنين ولا أدري أهو حي أم ميت، لأن أخباره قد انقطعت. فسكت الشيخ مليا وخفض رأسه، وبعد دقائق رفع رأسه فقال: دخلت الجنة فلم أجد ابنك، ودخلت النار فلم أجده، فابنك حي يرزق. وبعضهم يدعي أنه رفع سبع السماوات الشداد وبسط الأراضين، وبعضهم يقول إنه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ، وبعضهم يدعي أنه لا يفارق الرسول لا في اليقظة ولا في المنام، وأنه يسأل الرسول فيما يشكل عليه، ولا يعتبر علماء الفقه والحديث، ويقول: هؤلاء أهل الظاهر ونحن أهل الباطن، وهم عندهم القشور ونحن عندنا اللباب، وأمثال هذه الدعاوي العريضة الطويلة كثيرة، فضلا عن اعتقاد بعضهم بالحلول ووحدة الوجود، ويعني أن الخالق والمخلوق واحد، كقول بعضهم: الرب عبد والعبد رب، وليت شعري من المكلف. فقل لي بربك: أمثل هؤلاء يكونون أولياء لله؟ كلا وألف كلا، بل هؤلاء أولياء الشيطان، لأنهم لم يؤمنوا إيمانا كاملا. فقد شرط الله لثبوت الولاية شرطين: أولا الإيمان، وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر. ثانيا التقوى، ورأس التقوى اتقاء العبد الشرك بالله العظيم الأكبر والأصغر. ومن التقوى الائتمار بالمأمورات الشرعية والانتهاء عن المنهيات. فإذا كملت هذه الأوصاف في العبد فهو الولي لله، ولا بأس أن تصدر منه بعض السيئات ويتوب عنها، فإن هذا لا يقدح في ولايته، ولأن الولي ليس بمعصوم، والعصمة للأنبياء والرسل فقط. فإذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء المدعين للولاية وأولئك الجهلة المتأثرين بهم، فقرأ سيرة الأنبياء، ولا ريب أن أفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، كما جاء في الحديث: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقل لي بالله، هل نقل عن أحد من الأنبياء أنه يعلم الغيب باستثناء الغيب الذي يوحي به الله إليه؟ قال الله تعالى إخبارا عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. هذا يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ابنه يوسف، ولم يعلم ما جرى على يوسف حتى جاءه البشير، فألقى قميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا. وهذا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يسأل في بعض الأحيان عن بعض الأشياء فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، حتى في المسائل التاريخية كقصة الخضر وموسى وذي القرنين. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها أحب أزواجه إليه، حدث حادثة الإفك عليها، فبقي الرسول لا يبت في شيء حتى نزلت آيات من سورة النور في براءتها، وختمت بقوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. والقرآن العظيم يصرح بنفي الغيب عن الرسول بقوله:
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال أيضا: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الله تعالى ينفي عن الرسل الغيب كما ينفي عنهم أن يملكوا ضرا ولا نفعا، وهؤلاء المدعون يدعون أنهم يستجيبون لمن يدعوهم في الشدائد ويرضون بالسجود والانحناء لهم، فهذه ليست من صفات أولياء الرحمن بل من صفات أولياء الشيطان وحزب الخسران. فإذا قرأنا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم سواء كانوا في المدينة المنورة أو في خارجها، فالصحابة كما قلنا هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وأثنى الله عليهم في آيات عديدة وصرح بالرضا عنهم كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فهل نقل عن أحد منهم أنه يعلم الغيب أو يكشف البلاء أو يأتي بالشفاء للمريض أو استغاث أحد بهم في الشدائد والملمات والكربات؟ وهل نقل عن أحد من أصحاب رسول الله الذين كانوا في الشام أو العراق ومصر أنهم تركوا صلاة الجمعة أو الجماعة وادعوا أنهم يصلون في الحرم المكي أو النبوي؟ وهل ادعى أحد منهم أنه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ أو من الرسول، وأن الرسول لا يفارقه لا في اليقظة ولا في المنام؟ وهل ادعى أحد منهم أنه يأتي بكرامات وخوارق باستثناء بعض الأحوال القليلة من بعض الصحابة؟ فقد يكرم الله الولي الذي توفرت فيه شروط الولاية بأن يكرمه بإجابة دعائه أو بتوفيقه في إدراك شيء مجهول عن طريق إحساسه أو فراسته، كما في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون: فإن يكن في أمتي أحد فأمر. الكرامة، فالكرامة قد يكرم الله بها بعض العباد الصالحين، فقد نقل أن خالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره بإذن الله. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، ما دعا قط إلا واستجيب له. فخرج عباد بن بشر وأسيد بن حضير من عند رسول الله في ظلمة الليل فأضاء لهما أطراف الصوت، فلما افترقا افترق الضوء معهما. والخلاصة أن ولاية العبد لله مطلوبة من كل أحد، ولا تنحصر في رجل معين مخصوص أو قوم مخصوصين، وإنما الميزان الوحيد للولاية هو اتباع كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الآية السالفة. والذي لا يؤمن بالله إيمانا كاملا ويمارس بدعا وضلالات أو يعتقد اعتقادات مخالفة لما عليه السلف الصالح فلا يكون وليا لله. فإذا صدر خرق عادة من رجل أو امرأة فنزم أعمالهما بميزان الكتاب والسنة، فإن وافق عملهما الوحيين المطهرين فهما من أولياء الله، والخارق يكون كرامة وإلا فلا. وذلك أن خرق العادة من رجل لا يؤمن بالله أو يشرك بالله أو لا يواظب على الطاعات أو لا ينتهي عن منهيات أو بعضها، فهذا لا يكون لله وليا. وحصول خرق العادة لا يكون دليلا على كرامته، لأن خرق العادة قد تصدر من المرتاضين كبعض وثني الهند، فإنهم قد يأتون بأفانين من خوارق العادات، وقد يكون خرق العادة من السحرة والمشعوذين، وقد يكون الرجل أو المرأة من أولياء الشيطان فيأتيه الشيطان بالخبر الذي لا يعرفه الناس، وقد يخبره عن أمور تكون عند الناس
من قبل علم الغيب، فيعتقد العوام أنها من الكرامات ويعظمون ذلك الشخص ويعتقدون فيه الولاية والصلاح. ولهذا قلنا الميزان الوحيد والفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هما الكتاب والسنة، كما قال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أخبر الله به في كتابه من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى، وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته، هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. فمن تلك الصفات صفة الحياة له جل جلاله، كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصفة العلم، كما قال الله تعالى: وما يحيطون بشيء من علمه. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وصفة الإرادة، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقدرة، لقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. والسمع والبصر، لقوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. والكلام، لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والرحمة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة الحب، لقوله: يحبهم ويحبونه. واليدين، لقوله تعالى: لما خلقت بيدي. والوجه، لقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والاستواء على العرش، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. في 7 آيات من القرآن. والنزول، للحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في 20 صفة، وحصرها في 20 من مبتدعات الخلف، بل ولا حصرها في أكثر من 20. وإنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والقول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. فمذهب السلف حق بين باطلين، بين باطل التمثيل وباطل التعطيل. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصدر الآية تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات ورد على المشبه، وآخر الآية إثبات صفتي السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير ورد على المعطلة. فالسلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قلنا لله علم وللمخلوق علم، كما قال في كتابه المجيد: وهو بكل شيء عليم، وقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال في حق المخلوق: وبشروه بغلام عليم، وقال عن نبيه يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهم السلام. ووصف نفسه بالرأفة والرحمة فقال: إنه بهم رؤوف رحيم، وقال:
وكان بالمؤمنين رحيما. وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليست رحمة الله كرحمة المخلوق، ولا رأفته كرأفة المخلوق. ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه فقال: إن الله سميع بصير. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في حق المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقتين مناسبتين لحاله من فقره وفنائه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: هو الحي لا إله إلا هو. ووصف بعض المخلوقين بالحياة فقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فليست حياة الخالق كحياة المخلوق. وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال في حق المخلوق: واستوت على الجودي. فليس استواؤه كاستواء السفينة على الجودي. والحاصل أننا لا نتعدى القرآن والحديث، ولا نؤول صفات الله الواردة في الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين: إن اليد بمعنى النعمة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى التفضل، ونزوله بمعنى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته، وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة النابعة من منابع الفلاسفة الضالين. تلك التأويلات التي تؤول بالإنسان إلى الكفر، وتجعل الشريعة ألعوبة بأيدي المبطلين والهدامين، بحيث إنه لا يريد مبطل أن يهدم عقيدة أو حكم شرعي إلا وقد أتى من باب التأويل، وكفى بهذا قبحا وضلالا. وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله بما أتى في القرآن والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، مضى عصر الرسول والصحابة التابعين وتابعيهم من الأئمة المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والثوري وابن عيينة وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين والصوفية المحقين كالجنيد والجيلاني وأبي نعيم واللغويين المحققين كالخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما. في الهامش: فسرت الجهمية والمعتزلة الاستواء بمعنى الاستيلاء احتجاجا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم المهراق. والجواب أن هذا البيت أولا مصنوع لا يحتج به، وثانيا إن قالوا استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه، وإن قالوا استيلاء الله يخصه على ما يليق به واستيلاء بشر كذلك، فهل لا أبقوا اللفظ القرآني وقالوا استواء يليق بجلاله، ولا مفر له من أحد هذين الأمرين. وبما أن الكلام في حقيقة الاستواء ورد شبهة المؤولة بأنه بمعنى استولى، وتشبثوا بذاك البيت السالف الذكر، وأعني قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فقد رأيت أن أضيف كلمة في بيان خطأ المؤولة في احتجاجهم بهذا البيت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن هذا البيت محرف، وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق. هكذا لو كان معروفا من قائل معروف، فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم
التي يرجع إليها. ثانيا أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء، فإن بشر هذا كان أخ عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلس فوق سرير الملك مستوين عليه. وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، وقوله تعالى فاستوى على سوقه. وثالثا إنه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر، فإن بشرا لم يكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله، وإنما كان نائبا له عليها وواليا من جهته. فالمستوي عليها هو عبد الملك لا بشر، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك. رابعا إنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير أنه قد استوى عليها، فلا يقال استوى أبو بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق، ولا قال أحد قط استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، مع أنه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد. ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم، فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحدا قط أنه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه، فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة. خامسا أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغيران ومعنيان مختلفان، فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهر، فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء البتة، وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذب أيضا. فهذا بنظمهم ونفرهم شاهد بخلاف ما قالوه، فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب، هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟ اللهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق، وإن كان بطريق المجاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعمال، فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أنه يبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأوله من الاستيلاء وغيره، ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. قال وذلك أيضا يبين أنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيلا انتهى. والحق أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، إلا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بإذنه، يعني معية العلم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا بمعنى النصر والتأييد. والخلاصة أن الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الأول متفقة على أن الله في السماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ومتفقة على أن إنكار هذه الصفة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة وخلاف لدين الإسلام ولضرورياته ولنصوصه المتعددة المتكاثرة، ولكن دليلا واحدا من أحد الأمور الثلاثة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح يدل على جحد هذه الصفة لم يظفر به طالبه أو يجده منتمسه.
فما في كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نفي هذه الصفة وجحدها، ويدل على أنه لا يصح وصف الله تعالى بها. وكذلك لن يظفر بكلمة واحدة من كلام السلف والأئمة المشهورين الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والمنتهين حيث انتهيا تدل على أن الله ليس في السماء وليس مستويا على عرشه، أو تقول إن إثبات هذه الصفة لله تشبيه أو تجسيم، ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول النصوص الواردة في هذا، ولا أنه فسر شيئا بخلاف الظاهر المادي منها لفصحاء الناس. ونحن نتحدى المخالفين لنا أن يأتوا بحرف واحد من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من كلام السلف كالصحابة والتابعين وتابعيهم يدل على ما زعموا من تأويل هذه الصفة، أو أن في إثباتها نقصا أو تشبيها أو تجسيما لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فوالله لو صعدوا السماوات ونزلوا أعماق الأرض الأراضين السبع لما وجدوا ما يؤيدهم سوى تلك التأويلات الفاسدة ومقولات الجهمية والمعتزلة الباطلة. ولا أدري كيف تجاهل هؤلاء أن القرآن والسنة قد بينا أحكام الوضوء والطهارة والحيض وآداب الخلاء وأنواع المحرمات، ولا يذكر فيهما لفظ واحد يشير أن الله ليس في السماء وأن تأويلهم على صواب. وها أنا أوجه الخطاب للأشاعرة الذين يزعمون أنهم يقلدون الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله، فإن كانوا أشاعرة صدقا وحقا فالإمام الأشعري نص في كتاب الموجز ومقالات الإسلاميين والإبانة التي هي آخر كتبه على عقيدة السلف الصالح من إثبات الصفات كالاستواء والوجه واليدين والنزول وما إلى ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل، وإنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وإلى الواقفين والقراء ما قاله الإمام أبو الحسن في الاستواء في كتابه الإبانة. باب ذكر الاستواء. إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له إن الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض والسماوات وكل شيء في العالم، فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها. ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء. انتهى. انظر بحث الاستواء في العلو للذهبي وفي الجيوش الإسلامية لابن القيم وفي كتاب العقائد السلفية، قد أثبت في بحث الاستواء بما لا مزيد بعده، وفلت شبههم العقلية والنقلية، والحمد لله على ذلك. انتهى الهامش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين بهذه الرسالة، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. انتهى كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد بن حجر آل بوطاني آل بن علي. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا، طبعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1406 هجرية 1986 ميلادية. تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير الجامعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وبعد. فإن السياسة التعليمية والإعلامية في المملكة العربية السعودية تولي الشباب رعاية خاصة تنبثق من الإدراك الواعي للمرحلة الخطرة التي يمرون بها، ابتداء من سن المراهقة إلى بلوغ سن الرشد، وتخصص لهم البرامج المدروسة التي تعالج مشكلاتهم
وتلبي حاجاتهم وتصونهم من كل انحراف وتعدهم إعدادا سليما قويا في الدين والخلق والسلوك، وإيمانا من الجامعة بأن مهمتها لا تقتصر على القيام بواجبها نحو الشباب المنتسب لأحد معاهدها أو كلياتها فحسب، بل لا بد أن يتعدى مقاعد الدراسة ليتصل بالشباب المسلم في مختلف أنحاء بلادنا وفي الدول الإسلامية ومختلف المناطق التي يوجد فيها أبناء الإسلام وشبابه، ومن أجل إمدادهم بالحقائق الواضحة عن الدين الحنيف ومحاولة إرشادهم للطريق القويم وكشف الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام في محاولة دنيئة للتغرير بشبابنا وجرهم إلى طرق الانحلال والانحراف. من أجل ذلك تواصل الجامعة إصدار هذه السلسلة من الكتب الدورية الموجهة للشباب الإسلامي أينما كان، وتحرص الجامعة بأن تكون مواضيع هذه السلسلة ذات أهمية كبيرة تجاه أبناء الإسلام وشبابه، وأن يكون تناولها بأسلوب علمي مبسط مدعم بالحقائق والأدلة المقنعة، وهذا ما يجعلها تغفل التقيد بالمواعيد المحددة لإصدارها إيماناً بأن العبرة بالكيف لا بالكم، كما تحرص على التنوير ومتابعة المواضيع التي يكثر حولها الجدل وخاصة ما يتجدد بحثه بين الحين والآخر. محاولة إلقاء الضوء على القضية ومعالجتها وفق التعاليم الإسلامية الحكيمة التي لم تترك ولله الحمد ناحية من نواحي المجتمع ومصلحة من مصالح الأمة إلا وبينت أحكامها ويسرت السبل لكل من يريد التقيد بها. والكتاب الذي بين أيدينا يتناول قضية هامة تتعلق بأصل من أصول الشريعة وظاهرة نحمد الله أنها لا تتمتع بالقبول في بلادنا وفي كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن أعداء الإسلام يداومون على تحريكها بين الفينة والأخرى وينصبون شباكهم لاصطياد بعض أبناء الإسلام وإضلالهم ودفعهم لمحاربة الإسلام من داخله. هذه الظاهرة القديمة الجديدة هي ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها، إذ يدعي بعض الناس من الفئة الباغية المتجنية على نفسها وعلى الإسلام والمسلمين يدعون بهتانا وزورا بأنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن ولا يحتجون بشيء سواه، وهذا منطق أعوج وادعاء ظاهره الحق وباطنه الباطل وهدفه الإضلال، وإلا فكيف يدعي من يحارب السنة ويبطل أحكامها بأنه قرآني؟ القرآن والسنة متلازمان يكمل أحدهما الآخر، فالقرآن كلام الله عز وجل بلغه للخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هدي الرسول الكريم البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى، وفيه تفصيل وتحديد لبعض العبادات التي وردت في القرآن بصورة مجملة، وجاءت السنة بتفصيلها وتحديد معالمها كالصلاة مثلا، فالقرآن ذكرها إجمالا ولكنه لم يحدد كيفيتها. انتهى الوجه الأول. فما موقف هؤلاء المنحرفين البغاة من الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب اتباع ما جاء به الرسول وتربط طاعة الله بطاعة رسوله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟ قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال في وصف المؤمنين: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ويقول جل شأنه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهم من تفسير بطاعة الرسول يخرج عن الامتثال لما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه والاقتداء بأقواله وأفعاله وتقريراته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى مشددا على من يخالف أمر الله:
ورسوله وآمرا بقتالهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالسنة النبوية ملازمة للقرآن الكريم تفسر معانيه وتوضح مبانيه وتفصل ما أجمل وترشد الناس لتطبيق العبادات على الوجه الأكمل لها. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمسلمون مجمعون على أن السنة هي الأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية والمرجع بعد القرآن الكريم لتعاليم الإسلام وأحكامه، ومن خالف هذا الإجماع فهو خارج عن الملة مبتدع وليس متبعا هدفه هدم الإسلام وتقويض أركانه، ولكن الله لم يمكن هؤلاء من نشر أفكارهم الضالة المنحرفة. فقد أعان الله الكثير من دعاة الإسلام في كل زمان على تعقب هؤلاء وكشف شبهاتهم الضالة المضلة ورد كيدهم في نحورهم. وكاتب هذا البحث الدكتور صالح أحمد رضا وفقه الله يلقي الضوء بأسلوب علمي مختصر على هذه الظاهرة الضارة ويبين شذوذ أصحابها وضلالهم وبعدهم عن الطريق القويم، ويفند مزاعمهم ويوضح خطأهم وفساد معتقدهم وبطلان حجتهم وبعدها عن الرشد وسيرها في طريق الغواية والإفساد، كما يوضح لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن المنادين بها يعرفون في قرارة أنفسهم بطلان رأيهم ولكنهم يتبعون طريق الشيطان ويحاولون التأثير على معتقدات الأمة وإجماعها مندسين بين صفوفها محاولين التفريق الشمل والتشكيك بأحكام الله ورسوله، ولكنهم لن يحققوا هدفهم بإذن الله، وسيبقى الإسلام قويا شامخا وسوف ينهزم الشيطان وجنده. كما يبين أن كل المرتكزات التي أوردها كأسباب لرفضهم للسنة بعيدة كل البعد عن الصواب، فكما حفظ الله كتابه العظيم فقد حفظ سنة رسوله الكريم، وقد يسر للسنة منذ فجر الإسلام وحتى عصرنا الحاضر علماء أجلاء وجهابذة فضلاء يحفظون الحديث نقيا صافيا دون أدنى شائبة تشوبه، مبعدين عنه كل زيغ أراد مفتر إلحاقه بالسنة وإدراجه ضمن نصوصها، مبينين خطأ المخطئين وغفلة الغافلين ووهن الضعفاء والمتروكين. فكيف يدعي هؤلاء بعد ذلك أن الأحاديث وصلت عن طريق الآحاد وأنها لا تفيد إلا الظن في الحكم؟ إنها والله فرية افتروها على الله ورسوله، سينالون جزاءها يوم الحساب. وقد ركز المؤلف على إيضاح مهمة الرسول وأهمية السنة لفهم القرآن ومكانتها منه، كما بين بعض الأحاديث التي تبين موقف الرسول من رافضي السنة والمحدثين للبدعة، وأخذ بعد ذلك في بيان بعض حججهم الواهية وأدلتهم التي لا تقف أمام قواعد النقل الصحيح ومنطق العقل الصريح، ويبين لنا في نهاية بحثه أن كون السنة مفيدة للظن لا يقتضي ردها وعدم الإذعان لأمرها، بل ذلك يقضي اتباع ما جاء فيها. إضافة إلى ذلك فإن علماء الحديث قد اعتنوا بأمرها غاية العناية وتتبعوا طرقها حتى أصبحت السنة الصحيحة قريبة من اليقين في ثبوتها. تورث الإنسان حين اطلاعه على شروط الأئمة في قبول الحديث ثقة بها، فجزى الله المؤلف على حسن صنيعه وأثابه أحسن الثواب ونفع بعلمه الجميع خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مقدمة. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل هاديا ومبشرا ونذيرا ومبينا لمراد الله في كتابه،
وكان أسوة للمسلمين في أفعاله. وبعد، فإن القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول الشريعة الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يرجع إليه في كل أمر ويحكمه في كل مسألة من مسائل الحياة، ويعمل بما ورد فيه من الأحكام الشرعية والأوامر الربانية. وقد كان المسلمون على هذا طيلة التاريخ الإسلامي في كل بلاده وأصقاعه، لا يشد عن ذلك أحد من المسلمين، فإن شذ كان ضالا عن السبيل القويم والصراط المستقيم. والسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الشريعة التي يفزع إليها المسلم عند الملمات ويستفتيها في حكم أي عمل يريد القيام به وينوي أداءه، ويسترشد بها في أعماله اليومية وعباداته المفروضة والمندوبة، لأنها هي الحجة على المؤمنين والبيان لأوامر الحق في كتابه والمظهر الكامل لشرائع الإسلام. وسار المسلمون على اعتبار السنة النبوية أصلا للأحكام ومرجعا للأنام عبر حياتهم الطويلة التي قضوها في ظل الإسلام. ولكن بعض الناس يدعون أنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن فقط، فيرفضون السنة النبوية ولا يحتجون بها ولا يعتبرونها أصلا يرجع إليه. يزعمون أنهم يتبعون القرآن الكريم لأنه متواتر في الوصول إلينا، نقله الجم الغفير عن مثلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فإنما وصلت عن طريق الآحاد، وهو لا يفيد إلا الظن في الحكم. وقد كون هؤلاء منعرجا خطيرا في حياة الأمة الإسلامية وانحرافا ضارا للمجتمع الإسلامي الذي ضللته السنة النبوية، وشذوذا واضحا عن إجماع الأمة، وضلالا عن الصراط الحق والسبيل السوي، وزعزعة لما قر في ضمير الناس من الاعتماد على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب بيان هذا المبدأ الضال والفكرة الشاذة وإيضاح خطأها وإظهار فسادها لمن يغتر بها من المسلمين. وليس المراد مناقشة أصحابها، لأن أظنهم يعتقدون بطلان رأيهم في قرارة نفوسهم، وإنما يريدون الفساد في الأرض واتباع غير سبيل المؤمنين. وإني سأعرض هنا لأهمية السنة النبوية في حياة المسلم، مبينا مهمة رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحياة، موضحا أن أوامر القرآن الكريم لا يمكن تطبيقها إلا بالاعتماد على السنة النبوية، وأن كتاب الله تعالى قد حض المؤمنين في محكم آياته على اتباع السنة. فمن كان للقرآن متبعا فلا شك أنه سيقتدي بالسنة في أعماله، كما أبين مراد هؤلاء في دعواهم تلك، وأنهم إنما يريدون هدم الإسلام في أنفسهم وعدم القيام بأوامره وإقصاء الشريعة عن التطبيق في مجتمع الناس ومعاملاتهم. والله أرجو أن يسدد قولي ويوفق عملي، وهو الهادي إلى سواء السبيل. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله جلت حكمته لم يخل هذه الأرض من رسول داع إلى الحق وهاد إلى دين الله الذي أراده للناس ودعاهم إليه عن طريق أنبيائه ورسله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وذلك لأن الناس لو تركوا لأنفسهم دون هداية ربانية لضلوا عن السبيل القويم ولتنكبوا الصراط المستقيم، ولو استهدوا بهدي عقولهم لاختلفت أهواؤهم وتعددت السبل التي يسيرون فيها ويتوجهون إليها، كما نراه اليوم في المجتمعات التي لا تهتدي بالإسلام. ولكي لا يبقى للناس حجة على الله أرسل لهم الرسل في كل وقت وفي كل عصر ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإنما لكي ندرك الحاجة إلى السنة النبوية علينا أن نرجع إلى كتاب الله لتعلم مهمة هذا الرجل الذي كانت السنة حياته كلها قولا وفعلا وخلقا صلى الله عليه وسلم، ثم لنرى حكم القرآن بهذه السنة. وقد ذكر الله سبحانه مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز ضمن آيات كثيرة، ومن ذلك قوله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيمن الله جل جلاله على المؤمنين بما أنعم عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مبينا ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال، وذلك أولا تلاوة القرآن، والمقصود منها هو تعليم كيفية التلاوة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون تلك الكيفية مطابقة لنزول القرآن، كما أمر الله تعالى رسوله فقال ورتل القرآن ترتيلا. ثانيا تزكية الصحابة، وهذه المهمة لها جوانب متعددة، فقد ورد في الكتاب الكريم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكان أخذ الزكاة سبيلا لتزكية نفوس المؤمنين من داء الشح والبخل، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاءت آيات كثيرة فيها، ومن ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويدخل في ذلك الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال والأخلاق، إذ من كمل اقتداؤه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كملت تزكية نفسه. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذلك لأن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة للأخلاق المرضية الواردة في كتاب الله عز وجل. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، رواه مسلم. ثالثا تعليم الكتاب، وهذه المهمة إنها شيء آخر غير تلاوة القرآن، ولذلك أوضح الله تعالى هذه المهمة في قوله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعز وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم أحكام القرآن ويبين لهم ما غمض عليهم، ويحكم بينهم بحكم الله تعالى، ويفصل لهم ما أجملته الآيات الكريمة. كل ذلك إنما كان من البيان لكتاب الله وتوضيحه بسنته الكريمة للصحابة رضي الله عنهم ولمن جاء بعدهم من المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن البيان كذلك ما جاء في قول الله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإحلال الطيبات وتحريم الخبائث الذي ورد في السنة المطهرة كان بيانا لما جاء في القرآن الكريم. رابعا وكانت المهمة الرابعة هي تعليم الحكمة،
والمقصود بالحكمة هنا في الآية الكريمة هو السنة باتفاق علماء الإسلام وجمهور المفسرين، لأنها في مقابلة القرآن، ومما يدل على ذلك قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقد أمرهن بذكر ما يتلى في بيوتهن، وهو أمران: الأول آيات الله والمقصود ما في القرآن الكريم، الثاني هو الحكمة، ولا شك أنها أمر آخر غير القرآن، ولذا عطفت على الآيات. ولا يذكر في بيوت أمهات المؤمنين إلا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم من ذلك أن من مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم تعليم السنة لأصحابه. ولهذا قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه الإمام أحمد في المسند، يعني السنة النبوية. ومن الآيات التي ذكرت شيئا من المهام المنوطة برسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز من قائل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نأخذ منها المهمة الخامسة، وهي خامسا الدعوة إلى الله، وهي تستلزم إيضاحا من السنة النبوية لطرق الدعوة وسبلها ومبادئها التي يجب على الداعية أن يسلكها مع الأقوام المختلفة التي يدعوها للدخول في الإسلام. وإنما تعرف هذه الوسائل من توجيهاته الكريمة التي كان يوجه بها أصحابه الدعاة الذين كان يرسلهم إلى الأقوام المختلفة، كما يتبين من الوسائل التي سلكها في دعوة قومه من قريش وغيرها، وكذلك تعرف من الكتب والرسائل التي بعثها إلى الملوك والعظماء، إلى غير ذلك من مضام أصول الدعوة في السنة النبوية. من هذا كله يتبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السنة التي أوضحت شريعة الله عز وجل، فكانت سنته بمثابة المذكرة الإيضاحية للدستور الخالد كتاب الله عز وجل. أهمية السنة لفهم القرآن: إن القرآن الكريم الذي هو كلام الله في مبناه وفي معناه يظهر من سياق آياته أنه أريد القرآن أن تكون السنة النبوية سائرة معه تفسر معانيه وتوضح مبانيه، وأريد بآيات الكتاب المبين أن تسير مع هداية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المهمة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان ما أنزل الله تعالى في كتابه العزيز من آيات بينات وتشريع محكم. فلا شك أن السنة النبوية لها الأهمية العظمى في فهمنا للكتاب العزيز في آياته وأحكامه، حتى إذا أراد المرء منا أن يتحقق من فهمه للقرآن الكريم كان عليه أن يعرف ما ورد في السنة المطهرة من بيان لمعانيه أو تفسير لمبانيه أو تطبيق لأحكامه. ومن أولى الأمثلة في ذلك العبادات المفروضة التي أمرنا بها في كتاب الله جل وعز، وعلى رأس ذلك كله الصلاة. وقد شهد الزمان أناسا يقولون إنهم يصلون لله بقلوبهم فلا يقومون بالصلاة كما يقوم بها المسلمون، ويتأولون الركوع والسجود اللذين وردا في كتاب الله سبحانه بالإخبات والإذعان بالقلب. لقد اتجه الواحد من هؤلاء إلى التأويل الفاسد الذي يرضي هواه عندما كان متبعا لعقله الضال الذي أورده تلك الموارد الذميمة. فلننظر إلى هذه العبادة وكيف ورد الأمر بها في كتاب الله جل وعز، وكيف كان البيان فيها في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأقيم الصلاة. فكيف تكون إقامة الصلاة
والصلاة في اللغة هي الدعاء. وقال جل وعز: واركعوا واسجدوا. فمتى يكون الركوع ومتى يكون السجود؟ أيهما يسبق الآخر؟ والواو في اللغة لا تفيد الترتيب. وكيف يكون الركوع؟ والركوع في اللغة مطلق الانحناء. وكيف يكون السجود؟ وأصله التطاول والتذلل. لم يبين القرآن الكريم هذا كله. وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. فمتى يقرأ الإنسان القرآن في الصلاة؟ وكم يقرأ؟ وماذا يقرأ؟ كل هذا لم يفصل في كتاب الله عز وجل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري ورواه الدارمي وأحمد. فكانت صلاته مثالا يحتذى للصحابة الكرام رضوان الله عليهم، عملوا بها وعلموها حتى وصلتنا سليمة بفضل الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد والحاكم. فعرفنا أن الصلاة تبتدئ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. وعرفنا من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئها بدعاء الاستفتاح، كما بيّن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الشيخان. فأوضح أن المؤمن عليه أن يقرأ الفاتحة وبعد دعاء الاستفتاح، ثم إنه يقرأ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا لا يحسن الصلاة، فقال له: اذهب فصلي فإنك لم تصل. وفي المرة الثالثة قال له الصحابي: علمني فوالله لا أحسن غيرها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبع. هذا غيب من فيض مما ورد في السنة النبوية من أمور الصلاة. فكيف بنا إذا أردنا أن نستعرض ما ورد فيها من بيان لمقدمات الصلاة وشرائطها وأركانها للزم ذلك كتابا كبيرا؟ أما إذا استعرضنا ما ورد في السنة من بيان للعبادات الأخرى كالزكاة مثلا، التي أمرنا الله تعالى في كتابه بإيتائها في آيات كثيرة مقرونة بإقامة الصلاة، ولكن في أي مال تؤدى الزكاة؟ وما هي أنصباء الزكاة؟ لم يذكر القرآن شيئا من ذلك. وتكفلت السنة الكريمة في إيضاح الأمور المتعلقة بالزكاة، فلولا السنة لم استطاع المسلم أن يعرف الواجب الذي عليه أن يقوم به بالنسبة لماله، وكم يخرج منه ومتى يخرج. فكيف للمرء أن يفهم ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بإيتاء الزكاة بدون أن يعرف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ وهكذا في كل أمر من أمور الشريعة الكريمة، من حج وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وطاعة الوالدين والذكر والقيام والدعاء والاستغفار وطهارة ونجاسة وصيد وذبائح وغير ذلك من الأمور التعبدية التي أمرنا بها في كتاب الله العزيز. وليس ذلك فقط في مجال العبادات التي تكون أركان الدين الأساسية التي يقوم عليها، بل هي كذلك تشمل الحدود التي هي أمور معينة لا مجال للعقل فيها. مع ذلك فإن القارئ لكتاب الله تعالى لا يستطيع أن يعرف كيف ينفذ هذا الحد، فالله سبحانه وتعالى
قد أمر المؤمنين بقطع يد السارق في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فما هو حد السرقة ونصابها التي يعتبر من وصلت سرقته إليه سارقة؟ وكيف نقطع اليد؟ واليد تطلق على جميع اليد من رؤوس الأصابع إلى الكتف، فهل نقطع من الرسغ أم من المرفق أم من الكتف؟ كل هذا احتمالات النص القرآني، والسنة هي التي حددت القطع من الرسغ، وإلا لما عرفت كيفية إقامة الحد. وقل مثل ذلك في الجلد وأكثر من ذلك في الرجم، أحكام لم تعرف إلا من طريق النبوة المتلقات من الله تعالى، فكيف لا نقبلها ونضيعها؟ وأما المعاملات فحدث ولا حرج، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وكلمة البيع تطلق على كل تعامل بين شخصين يدفع أحدهما ثمنا ويأخذ مقابله البدل المراد. ولكن أليس في البيع أنواع لا يجوز للمسلم أن يتعاطاها وأن يعامل الناس على أساسها؟ ومن أين للمسلمين أن يتبينوا تلك الأنواع من البيوع المحظورة؟ والنص الوارد في كتاب الله عز وجل عام يشمل كل أنواع البيوع. إنه رسول الله الذي أرسل لبيان كتاب الله ولتفصيل المجمل من آياته، هو المبين لذلك كله. ولهذا نجد في السنة المطهرة أنه صلى الله عليه وسلم أجاز بيوعا كانت موجودة في زمانه، ومنع من بيوع، وحد حدودا لبيوع أخرى. ومن ذلك قوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه. كما نهى عن ثمن الكلب، وزجر عن ثمن السنور، ونهى عن بيع فضل الماء، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، ونهى عن بيعتين في بيعة، إلى غير ذلك من البيوع المنهي عنها. كل ذلك بيان لقوله تعالى: وأحل الله البيع. فهل نترك بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى لبيان شرعه ونتبع عقولا قد تضل عن السبيل وتخطئ الطريق القويم؟ هذا لعمر الحق هو الضلال المبين والفساد في الدين. ماذا في البيع؟ فإذا انتقلنا إلى الشطر الآخر من الآية الكريمة المتعلق بالربا وحرم الربا، فتأتي الأسئلة حول ذلك: ما هو الربا؟ وفي أي الأموال يجري؟ وما هي أنواعه؟ صحيح أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مبينا أن الحكم في موضوع الدين أن يأخذ الدائن رأس ماله دون زيادة أو نقصان ليبتعد عن الربا. ولكن هناك أمورا قد تدخل في الربا يغفل عنها المسلم، وبيان ذلك للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.